احنا جينا ضد هذا الحساب هذا اللي دمرنا ودمرنا ولادنا ودمرنا مغربنا ودمرنا بخصوص المدينه ديال مراكش، وتعدى على بزاف ديال الناس وخرجوا على بزاف ديال الناس. كاينين الناس اللي ماتوا، كاينين الناس اللي اغتصبوا، كاينين الناس اللي تكرفصوا في حقهم، كاين الناس اللي خواو مدينتهم وجاو هاد الناس وشوهولنا احسن مدينه حسب في العالم ماشي افريقيا، وجاو تعداو لنا عليها. حنا كنتمناو من الملك سيدنا محمد السادس ياخذ لنا الحق في هاد الناس، هاد الناس اللي تعداو على هاد المدينه وتكرفصوا عليها. هاد الحساب هذا، هاد الحساب الوهمي اللي مسمينه ام بيبي، هو ماشي ام بيبي، وراه عصابه خطيره. ولا بقى هاد الحساب هكا راه المغرب ما غاديش يمشي لقدام، غادي يرجع للور. ما عمر المغرب يتقدم مع حد هاد الشفاره وهاد القطاطعيه وهاد النوع هذا كاين عندنا هنا في المغرب. هاد الشيء اللي كاين، حنا ماشي ضد شي حد، ما ضد الدنيا، ما ضد هاد اليوم قبوط، ما ضد حد، حنا ضد الناس المفسدين وضد الحساب اللي داخل وكيدمر في عباد الله وفي بنات عباد الله وفي عرض عباد الله. شحال من بنت دمر على عائلتهم تكرفصوا، شحال من واحد مسكين خوا حومتوا على قبل هادوك الناس، على قبل هاد الناس اللي قاعدين وتيتاجروا في عباد الله وتيهضروا في عباد الله ولايحين عباد الله في اليوتيوب وفي الفيسبوك في العالم كله. شوهوا لنا هاد المدينه العزيزه هادي، شوهوها لينا، الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي كنتمناو. ما تنساوش تابوناو في لاشين اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.